تاني. يمكن كابتن زكي كشف لنا كتير من اوراق الفريق، كابتن فتحي وكابتن ماهر. خليني بدايه اسمع منكم يعني رؤيتكم قبل ما نروح لسياتل، ازاي شفتوا الجيم اللي لعبه مستر مارسيل كولر في افتتاح المشوار في كاس العالم قدام اوكلاند سيتي، واهم المكاسب بعيدا عن نتيجه المباراه وثلاث اهداف يعني من وجهه نظرك كابتن فتحي اللي خرجنا بيها؟ هو شكل الفرقه، هي دي فرقه النادي الاهلي، ان هو بدا دلوقتي يلعب كوره، بدا يبقى في استحواذ مع هجوم، مش استحواذ لبس. ايوه استحواذ ايجابي. الاستحواذ الايجابي ان انا كره معايا واوصل للجول او للمرمى على اساس ان انا هسجل، وفعلا سجل. اذا النادي الاهلي ظهر على حقيقته في الفتره اللي هو لعبها، رغم ان احنا نهايه الشوط الاول بعد ما جه الجول بدات تاني اللعيبه تهتز وتهدى وتستقر وتفهم ان الامور، لان في لعيبه اول مره تلعب كاس عالم وفي لعيبه لعبت، فالشده الموجوده دي مش موجوده بعد كده. اللي انا شايفه برضو حتى هم نفس الفرقه، وعلى كلام زكي بالنسبه لهذه المباراه، وان هم هيقدروا في الشوط الاول يقاوموك، لان عندهم جزء وعندهم يعني اللياقه وحلاوه الروح بتبقى في الاول، فاحنا نكون لازم نكون ثابتين نمتص هجومهم، وهم هيحاولوا بقدر الامكان يكونوا ضاغطيننا في الشوط الاول، لان عارفين الشوط الثاني مش هيقف، يعني مش هيقدروا يجروا فهيقفوا، فشويه الطاقه اللي عندهم هيستنفذوها. احنا نحاول بقى نكون في اتزان مع فرقتنا، دفاعي وهجومي في اتزان مع فرقتنا، في كيفيه استخلاص الكره من الخصم والحفاظ على الكره، بحيث ان انا ما استنفذش طاقتي، واضمن ان الشوط الثاني هو هيكون شوط فاصل بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله. طيب كابتن ماهر، فرق شاسع ما بين فريق لعب من 48 ساعه مباراه وبيلعب مباريات دوري حوالي 15 مباراه في الدوري ولعب مباراتين في افريقيا، وفريق جاي اجازه من 25 مباراه في السوبر كمان، ومباراه في السوبر. لا ما اقدرش انسى السوبر والكاس ومباراه في الكاس ومباراه في الكاس. يعني ضغط ماتشات كتير ما من كتر الماتشات والله، والانتصارات والدربيات. وفريق ما لعبش من 25 اكتوبر. هل تبدا وتوزع الجهد على مدار المباراه، ولا تخلي الفريق اللي قدامك يستنفذ بدري بدري عشان تقدر تديله هدف او تكسبه بهدف قاتل يخليه يندفع زي ما حصل في مباراه اوكلاند سيتي الشوط الثاني؟ اوكلاند اندفع وبقى فيه مساحات. فانت قريب من اي وجهه نظر ما بين الناحيه البدنيه، فريق مريح بقاله فتره كبيره وفريق مضغوط حتى اخر مباراه لعبها قبلها ب 48 ساعه. بص يا محمد، زي ما انت قلت، الثقه اللي احنا دخلنا بيها البطوله 15 مباراه، يعني الحمد لله مكاسب في ال 15 مباراه، مباراتين فيهم تعادل. الحاجه الثانيه كمان ثبات التشكيل، الراجل بدا يوصل ليه في الثلاث خطوط، فرقت بشكل كبير. التغييرات اللي بيعملها في الشوط الثاني، استراتيجيه الراجل زي ما شفنا كلنا، قلنا ان الراجل بيلعب بطريقه 4-2-3-1، فوجئنا ان احنا بدانا بطريقه 4-3-3. بعد ما شاف بعض اللعيبه قادر بدات تعمل له الدور الدفاعي والدور الهجومي زي حمدي فتحي واليو ديانجو السولية، فالنهارده غير وجهه نظره بالظبط. فبرضك من ضمن الاستراتيجيه اللي الراجل فكر فيها، يعني حمدي فتحي يمكن في مباراه الزمالك بالذات فاجئنا من بوكس للبوكس، يعني حاجه جميله، بقى المهاجم الثاني اللي صحيح. تحت راس الحربه هو الثلاث اجوال بتوع ماتش الزمالك صراحة. ليه بصمه فيه يعتبر مفتاح لعب بشكل كبير، يعني حمدي فتحي حصل تطوير بشكل، ودي ميزه الراجل الهيد كوتش او رؤيه الراجل مستر كولر، ان هو زي نرجع زي كريم لما شاف ان كريم ممكن يبقى جناح بالنسبه له، جناح خطير عنده امكانيات. كريم فؤاد ربنا يشفيه طبعا ويرجعه بالسلامه، افتقدناه واكرم بصراحه. من ضمن الحاجات اللي بتحسب للراجل برضك نفس الكلام بالنسبه لحمدي فتحي، تغيير استراتيجيه وتغيير اللعب كمان من الطريقه، اختياره للعيبه المناسبه للطريقه اللي بيلعب بيها 4-3-3، ثبات التشكيل بيدي لك زي ما كابتن فتحي قال، بيدي لك استحواذ، بيدي لك الجانب البدني، بيدي لك الجانب الفني، الجمل التكتيكيه، يمكن من ضمن الحاجات يمكن لتكمل بقى في اداء الجميل اللي احنا شفناه في اوكلاند، حته الحاجات الثابته، الكور الثابته. كابتن فتحي قبل الهوا بس ماتش سياتل اصعب من اوكلاند كابتن مير، يعني تهيألي حتى لو الفرقه مريحه من اكتوبر زي ما محمد بيقول وزي ما كابتن زكي كان بيتكلم، احنا بنتكلم على بطل كونكاكاف غير بطل اوخيانوسيا، بنتكلم على
فريق قيمته التسويقيه وعدد المحترفين فيه كبير جدا، وبالتالي سيناريو المباراه اكيد مستر كولر بيفكر فيه بشكل مختلف عن مواجهه اوكلاند. اكيد بيفرق برضك يا احمد، خصوصا انك انت فرقه واخده اجازه شهرين ثلاثه. ايوه راحه سلبيه يعني كتير قوي في لغه كره القدم. واصلين المغرب انا شايف متاخر كمان صراحه كتير، لسه واصلين النهارده. وبعدين يعني ما خدوش فتره الاعداد بتاعتهم. ايوه ما خدوش الوقت الكافي من اللياقه البدنيه، من جانب البدني، من جانب المهاري، من جانب التكتيكي. المباراه التجريبيه كمان ليها دور كبير جدا، لما يلعب مباريتين ثلاثه بتدخله في الاجواء بشكل كبير. هو ما لعبش ولا مباراه، اكيد هتفرق معاه بشكل كبير.